ما في كرة قدم، في نفاق، في نفاق. المشكلة وين أخوك؟ إنهم يبغون منافقين، ما يبغون مشاهدين كرة قدم. أنا ما عندي استعداد أكون منافق، أنا ما عاد عندي استعداد إني أكون شحاذ، ما عاد عندي استعداد إني أكون ودك تروح لعينهم، ودك تعطيهم، ودك تشيل الجزمة. بداية أحب أحييكم في الحلقة الثانية من برنامج لا يكثر. هذه الحلقة حتكون كورة في كورة. الله الله، مبروك للمنتخب الكويتي على فوزهم في الكأس. صراحة خلنا نرجع خليج 20. أنا الصراحة من الشغلات اللي عجبتني في خليج 20 المنتخب اليمني، أهنيه على الجمهور، أهنيه الجمهور اليمني. دخلوا جول، دخل عليهم جول، دخل عليهم جول ثاني، دخل عليهم جول ثالث، دخل عليهم جول رابع. خبر شدني الصراحة عن بطولة خليج 20 اللي هو عن منتخبنا السعودي. طلع خبر في الجريدة يقول انهم يهربون مندي للغرف، وانا اقول ورا لعيبتنا اجسامهم رشيقة، مندي ايش تحسون فيه؟ الان بالنسبة للمنتخب البحريني اركد. طيب بالنسبة للمنتخب الاماراتي اركد اركد. منتخب العراقي اركد اركد. اي منتخب اركد. ما لك شغل في هالسوالف دي، ما لك شغل، ما بعجبك اطلع. شو هذا؟ طب الهلال معفنة، نصر كلها معفنة. خليج 20 هذا السنة في شيء فاقدينه، ما تحسون؟ في واحد مزيون ما شفنا خشته للحين. لقطر العزيزة ايضا لا 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 تفهموني غلط، تابعوا الكليب. لا سمح الله، يعني عثمان زعل طلعت من المباراة اليوم، تحضرين في النهاية. بني آدم هذا مو موجود مع أنه أكثر بني آدم في الدنيا. من جد مباراة مصر والجزائر موجود، مصور مع أم ميسي، مباراة تمبكتو ومنتخب كوكب عطارد موجود، مباراة موزمبيق ومدغشقر موجود، مرة كنت أحلق في بيروت الرجال متكي جنبي، قاعد ألعب كيرم مع أمي الرجال منسدح جنبي. شو السالفة؟ شكل أبو الشباب تغيرت اهتماماته شوي. ختاما أحب أهني قطر على استضافة كأس العالم 2022، بس لا تنسون أذكر الشباب بالذات كأس العالم الجاي في البرازيل واللي وراه في روسيا.
أرواحنا أولادنا أموالنا وما عندنا فداك يا خليجنا فداك يا خليجنا إماراتي من الخليج بحريني